وبالعودة إلى الملف السوداني، ينضم إلينا هاتفيا من الخرطوم أحمد عبد الرازق موفد إكسترا نيوز إلى السودان. بعد تحية لك أحمد، إذا ما هو الموقف الآن في الشارع السوداني بعدما اتهم المجلس الانتقالي السوداني جهات مندسة بانتهاج عنف ضد المعتصمين لعرقلة الحوار السياسي؟ هذه مروجة حياتي لكما بالفعل. يعني دعني أبدأ بأن الشعب السوداني في ميدان الاعتصام وحده هو القادر على تقرير مصيره سواء في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها، وأزعج هذا التوافق أو الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي، أزعج بعض الجهات التي وصفها المجلس العسكري كما ذكرت بأنها جهات مدشة تتربط بالثورة، أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها من تقدم في خطوات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وبين قوى اعلان الحريه والتغيير، وتحاول هذه الجهات اجرام اي اتفاق يتم التوصل اليه، ولكن بالفعل يتم الاتفاق بالامس واليوم وغدا ايضا، تم الاتفاق بالامس واليوم على مده المرحله الانتقاليه وعلى نسب المشاركه بين المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي الانتقالي، وهو ما سوف يتفق عليه غدا بالفعل، ايضا اتفاق حول هياكل السلطه الانتقاليه، اتفاق على مهام وسلطات على كافه المستويات السياسيه والتنفيذيه والتشريعيه. يعني لم تؤثر هذه الافعال وهذه القوه المندسه التي ارادت عرقله هذا التوافق، لم تؤثر فيه بالفعل، وقد يعني اصدر المجلس العسكري بيانه، واصدرت ايضا قوى الحريه والتغيير بيانها، يدينا بالصعوبة هذه العناصر التي تتربط بامن واستقرار البلاد. دعني يعني قراءة سريعة في بعض الصحف والجرائد السودانية التي اتفقت على هذه العناوين: اتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير هياكل السلطة في جريدة المجهر السياسي، بينما ذكرت ايضا جريدة الرأي العام السوداني: المجلس العسكري وقوى الحرية يتفقان على هياكل الحكم. وفي عنوانها الرئيسي ايضا جريدة اليوم الثاني ذكر المجلس العسكري الانتقالي يتوصل لاتفاق على هياكل الحكم مع الحرية والتغيير. اذا بالرغم ما حدث وهو كان امرا متوقعا من بعض العناصر التي تريد ان تعرقل هذا التوافق، ولكن الاتفاق مستمر والمفاوضات مستمرة حتى غدا الاربعاء، حتى يعني يتم التوافق على صيغه نهائيه لحكم البلاد في المرحله الانتقاليه، وهذا ما اراده بالفعل الشعب السوداني في ميدان الاعتصام. يعني هذا ما لدينا حتى هذه اللحظه، اعود اليكم مره اخرى. ونحن في انتظار يعني هذا الاجتماع المزمع غدا بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحريه والتغيير. نعم بالفعل غدا تنتهي او هي المده المحدده لنهايه المفاوضات بين قوى الحريه والتغيير التي تؤكد من جانبها على سلميه التحركات وسلميه المفاوضات في سبيل الهدف الاسمى وهو الاستقرار والسلام، ولكنها ايضا في بيانها طالبت المجلس العسكري بتحمل المسؤوليه في حمايه البلاد والمواطنين من اي عناصر تحاول ان يعني تبتعد العنف او تحدث البلبله. يعني هو ايضا حتى التوافق في هذا الامر يعني معلن من كلا الطرفين. نعم، شكرا لك احمد عبد الرازق موفد إكسترا نيوز الى الخرطوم.